السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي كلام متابعي قناة ليت جيمز كل عشاق العاب جانا جديد بالقناة من لعبة مودرن وارشيب انتظرتوا هذا الفيديو بشكل كبير واخيرا راح نقدر نجربها ان شاء الله طارت كيلو سويتش اول شيء الشكر كل الشكر للاخ جريم على الجهد الكبير اللي بذل حتى نحصل الطائرة بالحساب الان كذلك الشكر لاندري على اعطائنا الطائره يا اصدقائي مو من السورة تحصل الطائره تعرفون سعر 16000 الف تكوين من تصاعد يعني اذا جيت بالدولار يعني على الدولار في 200 دولار واكثر من 200 دولار حصلنا بالحساب الان الحمد لله والشكر راح نختبرها لكم اختبار شامل بالقناه فدعما يا شباب للمجهود وحتى نستمر وياكم بهاي التطورات اللي نقدر نجيبها لكم اللايك والمشاركه جدا مهمه وباقينا لنا 40 مشترك حتى نوصل البيج العربي 1500 شباب كل ما كثرنا العدد بالبيج العربي كل ما صار تفاعل اكثر كل ما قدرنا نحصل شغلات اكثر للحساب الاعلاني وبالاضافه للقناه يا اصدقائي وكذلك الاخ جريم ما راح يقصر وياكم المشرف العربي بكل شيء ممكن يفيدكم الكم يا اصدقائي فنعتمد عليكم بهذا الامر الان كيلو سويتش نيتي عليها البدل مالتها ماكس ليفل 7345 السرعة 126 عقدة القدرة على المناورة او مناورتها 104 الرادار 16 السرعة القصوى 139 عقدة هي اسرع طائرة ضاربة باللعبة اسرع طائرة ضاربة باللعبة فرح راح نختبرها الان الدمج مالتها نشوف جد راح يجيب وهل تستحق هذه الطائرة سعرها 16 تكوين ام لا لان هذا السعر جدا عالي لطائره مقاتله طبعا مواصفات هاي الطائره نقدر نقول نختصرها عدد المواصفات اللي شفتوها انه بها ميزه الاطلاق من اكثر من اتجاه زائد الوقوف بالجو والاشتباك مثل فكره الاف 35 لكن هاي احدث يعني انه تقف بالجو وتشتبك ويا الاهداف يا اصدقائي ليتس جو اوكي يا شباب اول شيء نختبر السرعه قبل ما نشتبك ويا الهدف فخلينا نشوف السرعه القصوى مالته حاليا 880 90 906 13, 913 اذكر كانت باختبار ال1920 سرعتها فوق ال1000 1010 926 926 وانتظر السرعة 926 السرعة 926 أسرع طائرة مقاتلة باللعبة؟ نعم لكن كنت أتوقعها ألف وعشرة أو أكثر من هذا السرعة ما أعرف قال الظاهر سوى نيرف للسرعة السرعة مالتها مفروض تكون أكثر مفروض 16 ألف تكوين 16 ألف تكوين مو قليل هو تكون ألف أو أكثر من ألف على مو يا شباب الان سرعتها القصوى 926 نعم السرعه هي اسرع شيء يعني ماكو طائره مقاتله تنافسها كذا سرعه هذا رقم واحد انت يم انه تفوق بالسرعه على باقي الطائرات لكن هل تتفوق على باقي الطائرات المقاتله بالدمج راح نعرفه اخر شيء راح نضرب بالمدفع الرشاش الان راح نشتبك بكل انواع الصواريخ مع الحامله انا راح اوقف شوف 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 هنا ركز راح اطلق الاطلاق الاولى اثنين واربعين الف الاطلاقه الاولى الصواريخ، الاطلاقه الثانيه. ثمانية واربعين الف. اذا الهجمة الاولى لها عدد مدفع الرشاش مية وعشرين الف، خلني نجيب المدفع. الهجمة الاولى. للطائرة مع المدفع 143 الهجمة الأولى للطائرة مع المدفع 143 ألف خلنا نكمل ونشوف الدمج الكلي شوف الطائرة واقفة حاليا 185 233 263 ثلاثمية وخمسة، ثلاثمية وثلاثة وخمسين ألف، لا تشاقوني أي، لا تشاقوني أي، ثلاثمية وثلاثة وخمسين ألف بس، الشركة تشاق ويانا، ثلاثمية وثلاثة وخمسين ألف دمج طائرة بستة ألف فارتكوين، تكوين انا يعني والله يا شباب توقعت تكون فوق ال 400 الف للامانه توقعت تكون فوق ال 400 الف الدمج مال هاي الطائره ما تستاهل السعر نهائيا ما اجامل وانا قلت ما راح اجامل شباب يعني 5000 أر تكوين حد اقصى لهاي الطائره رايي هذا الطائره سرعه نعم نأتي إلى المناورة نعم حلوة حركتها التفافة حلو شكلها حلو فخامة شكلها بعض الصواريخ بيها متنصد نعم بس مو معناها آه... 16 فرت على العموم يا شباب شفت الاختبار كامل والدمج الكلي لها 353940 اراكم وتعليقاتكم انا اعرف حتكون اراء سلبيه كثير على الطار وانتقادات كبيره مبين الامر مبين الامر ومعذورين الشباب انا اعذركم من السن فقد الطار الشكل حلو انتظروا بلكي ساعه التخفيض اللي يحب هيك الطائره ممكن نعم هي حاليا بالدمج اعلى من الباقيات بالدمج هي اعلى من الباقيات كطائره ضاربه حتى تعرفون انه اكو طائره مقاتله مصنفه بهذا الدمج لا لكن ممكن فارق قليل يعني خمسين ستين ألف أو خلينا نقول يعني عن أقرب طائرة لها F-28 يمكن ثمانين ألف مو أكثر راح نختبر F-28 إن شاء الله عن قريب هم حتى نشوف الأمر وبعدين ويا ويكيل السويتش في أمان الله